المشكلة هذه في كل دول عربية مش في ليبيا بس، لكن بحكم احنا مجتمع هلبة محافظ، ف من الأول في صعوبات بكيف بنت تلعب كورة وهيك، فبعدين مع الاستمرارية طبعا الوالد والوالدة شجعوني. نحاول نغير الفكرة يعني نتاع المجتمع اللي عندنا طبعا على خاطر ما فيش بنت تلعب كورة، والله في مجال الرياضة كله يحترم بس أكثرية الكرة قدم يعني.